الكلام ده يا نصاب؟ لا يا ده احنا اتضحك علينا كده. لو النبي فرفر في الارض. ايه ده؟ هو الصوت ده منين؟ الصوت ده من بيت عم محمد ابو جبل الله يرحمه. هما بيتخانقوا ولا ايه؟ الكلام ده يا اخويا ده نخش فيك السجن. بقول لك يا حسن، اوعى تكون فاكر عشان ابويا مات هتعرف تاكل حقنا. لا انسى، واحنا بقى عيال صغيره وعط هنصدق كلمتين دول ان ابويا كتب لك نصيب. استنى استعد مش وقته. بقول لك ايه، انت هتنزل معانا على الشارع العقاري وهتكتب تنازل، والا ورحمه ابوك اخليك تحصنه في تربته. انت فاهم هي كده كده خربانه. قسما بالله لولا ان ابوكم وصيني عليكم انا كنت طردتكم بره، انما ده بيتكم برضو انا اللي هخرج. واحنا بقى يخين عنا الكلمتين دول. خد انا عندك اتجوز تعبانيات ده، تعالى هنا.